السلام عليكم، أهلا فيكم في بودكاست سوالف خمسة. أنا أحمد. أنا علي. يلا نبدأ. طيب علي، شو اللي عندك المواضيع هذا الأسبوع أو الأسبوع اللي راح يعتبر؟ أوكي صح. عندك بداية اللي هي الإكس بوكس اللي يبون فيه. طيب. يدخنون ينفخون وراء ويطلع الدخان فوق، وقامت سوالف يقول لك قام يدخن. انا من اول مره شفته انا قلت اقول الجهاز لو احترق اصلا ما يطلع الدخان كله، ما في شيء، ما في كرتون، ما في ورق، ما في خشب داخل عشان يطلع الدخان، ما في احد مخيم داخل الاكس بوكس، يعني الحريقه تصير حريقه خفيفه، حتى لو انه صار في البورسولاي وغيره، مش ان كل شيء يعني دنس داخل، الحريق ما ترتفع واجد، الحريق النار طيب تطفي. ناس دلوخ طلعت اكس بوكس قامت تقول we can't believe that we need to say this تويتر يقول we can't believe that we need to say this but stop vaping on your Xbox vans أو شيء كذا، مصدمين بقوة. الشيء الثاني هذا اللي يعني مشهم هذولي، طبعا الاكس بوكس الحين يعني الاكس بوكس البلاي ستيشن نزل في السوق. ايه. انا باقي لي 3 أيام، كان مفروض 4 أيام بس لا بس على ما تشوفون الفيديو باقي يوم، على ما تشوفون الفيديو ان شاء الله على ما يشوفون الفيديو عندي اصلا. اوكي طبعا حطوا اذا عندكم اسئله ولا شيء. ايه صح، لان البودكاست الجاي، البودكاست الجاي حرفيا نقوم نتكلم عن الاكس بوكس والبلاي ستيشن، لان يعتبر لي كم من يوم وانا مستخدمه. نتكلم عن والميني ويا الحين نتكلم انطباع، بس هذا توني ما استخدمناه واجد على الاسبوع 12 ساعه بس. انا كلمك يعني فرست امبريشن، اي فرست امبريشن اللي قلت كان بس يعني على الاسبوع الجاي يعني استخدمنا كله، نتكلم عن انطباع كامل. اوكي، ف اتمنى ان خلاص في الفيديوهات القادمه ايش راح نسوي، فقره في نفس البودكاست نفسه نجاوب على اسئلتكم اللي راحت. فهنا كتبوا لي اسئلتكم تحت، وكتبوا قبل كل شخص علشان نعرف الجواب، او نقول سؤالكم او الكتابه حقتكم اللي راح تكتبونها تحت، التعليق حقكم كتبوا لنا قبلها الاسم احمد ولا علي الموجه حق منهم، وكتبوا السؤال. اذا كان ما في شخص موجه يمكن ما راح نقوله، فكتبوا يعني بالتحديد. وبس خلاص نبدا السلسله كذا، كل مره ان البدايه مثلا نجاوب على اسئلتكم بعدين نبدا في الحلقه. او احنا نتكلم احنا عن اللي يدخنون في الاكس بوكس نفسه. عندك الحين خلينا نروح حق الحقيقي، الشغلات الخربات الحقيقيه اللي يعني يعني باتشات خفيف، يعني ما كل الاكس بوكس صوت والبلاي ستيشن نوت، وشيء طبيعي اذا خاصه في الدفع. متى طلعت لي طلعوا خاصه في الدفع. متى امس واليوم وولت امس اول متى نزل هو الاكس بوكس؟ نزل 9 بدا يبيع. ايه اوكي، الاكس بوك اوكي احسب لي. والبلاي ستيشن بعد عادي لهم كم من يوم، وشيء طبيعي اذا لا تقولون انه يعني ان هذا خربان الجهاز ولا شغله، هذا شيء طبيعي خاصه في اجهزه الكونسولز، المشاكل الخفيفه اللي تصير عادي ترجع. ما فهمت دقيقه، ما بعد انا اشرحها، لان الحين الناس اللي اقول انا شيء يقول لك لا خربان ما بشتري. هذا الشيء موجود على جميع الاجهزه، يعني الا اذا طلعت الشركه وقالت صح. بالضبط، يعني خرابات تصير في جوالات الايفون دفعه دفعتين، لكن ما راح اتكلم على طول انا. يعني تذكرت مره جيت واحد من يعني 10 يعني تذكرت مره يوم جيت قلت لي شوف الجزازه حقه ذاك التويتر المغرد ان الشاشه بين الكاميرا كسرت، بقول لك ما في شيء. الحين شوف ايش اللي صار، ما حد تكلم شيء، يعني واحد من ملايين ما يعتبر خراب يعني. والشيء الحلو لا لا اوكي، والشيء الحلو مثل ذي ابل، ما ادري اذا ابل رجع اعطت فلوس ولا شغله، لا خلاص راح وداه وعطوه ثاني، ما تكلم، اعطوه واحد ثاني. بس اكس بوكس وبلاي ستيشن ما مقصرين، وياخذونك يعني مش 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 مقصرين، مو بكيفهم اي غصبا عنهم. إيه بس انا اقول لك مقارنه بالخليج، ما ادري عاد الخليج ما ادري، بس انا اتكلم خليج النظام. بس هنا يعطونك اوبشنين، يا ترى يرجعون لك دراهمك كامله او انك تنتظر لما يعطونك جهاز ثاني جديد. تنتظر تنتظر يعني في ناس اللي قام يقول لهم يعني ما عندهم نفس الدفعه يكون يعني لا الشركات في دفع، في دفع جاي باسبوع لاسبوعين، ما لها شغل الدفع اللي تجي لحق الدوت، لازم في نفس الكميه. اذا شركه معروفه تجيب كميات لحق البيع، وفي كميات ثانيه تكون خلاص جاهزه، ذي هذه لحق هذه الاجهزه الطبيعيه، بس هذه الاجهزه
اوكي نكمل. مثل ابل وهذه تنزل اجهزه سنويه فعندها فكر وعندها شغلات أوكي. وعندها يعني باتشات احتياط وغيره، بس هذول ينزلون كل 7-6 سنين ينزلون هذا الموضوع بس في 6-8 احيانا سنة شهور ما فهمت والله كلام في اللغز. 6-8 شهور يصير عليهم ضغط ما تلقى اي جهاز بعد خلاص يصير الموضوع طبيعي. اوكي كل 7-8 سنين يعني شنو 7-8 سنين؟ كل جيل جديد بس في اجيال ثاني في 6 سنين في مشاكل تصير يعني 3 شهور وبعد 3 سنين يطلع البروف يعني نسلم بعدين إيه هذول يصيرون متوفرين ما هو بجيل جديد. الجيل الجديد هذا اللي يفضل لان الحين ما تقدر تشتري طيب. سيريز اكس لا سيريز اس لا ديجيتال اديشن لا بيس 5 عادي ما تقدر تشتري. نتكلم عن الحين عن السي دي مال الاكس بوكس سيريز اكس. اوكي شو اللي صار فيه؟ ما بعضهم حتى الان تقريبا اذا ما خاب ظني اخر مره شيكت حوالي يمكن 10 ناس طالعين في الانترنت. 10 نفرات اوكي في الانترنت، في منهم في بريطانيا وفي منهم من هنا كندا ويا نورث ويا امريكا. اوكي يدخلون السي دي ما يرضى يدخله ويطلعه ولا ما يرضى يقرا السي دي ولا ما يرضى يتحرك كل ما يدخل السي دي وشغله. واكس بوكس عامه ما عندها مكان او البولت حق المانيوال اجاكت. اكس بوكس عندها بلاي ستيشن عندها بلاي ستيشن اذا تفك السايد في احيان في ستيكر ولا بولت معين تحركه هذا بلاستيك يطلع لك مانيوال اجاكت يطلع اذا كان عالق. هذا عندهم يعني خرابات. عندك بعد ما تقدر تقول احنا قبل شو ترد على نفسك هذا مش مش عيب 10 اشخاص عيب مصنعي هو عيب مصنعي ما حد ينكر انه بس مش مب كبير مب كثير وما تخاف انت من الموضوع لان اذا جالك خربان تقدر ترجع دراهمك او تعطيهم اياه تجيب تستنى واحد جهاز جديد وتراه يعني في النهايه جهاز العاب حياتك كلها ما بتوقف اذا اخترب عليك. ها جهاز العاب هو انت ما بتعلق انت ما راح تقول لي جهاز انت هي كشركه ما راح تقول لك جهاز العاب. انا اتكلم لك انا عن نفسي يعني ما والشخص الثاني يقول لك انا اعطيتك فلوسي ما لي شغل فيك جهاز العاب شريت جهاز مزران جهاز لا معك معك بس مو بجوال. جوال يصير فيه معلوماتك الخاصه بشغلات احيان تحتاج جوالك عشان ما تغرد الشيء بهذا الشيء. كل انسان عنده الشيء اللي بكيفه هو يبي. يعني انا بالنسبه لي اختربت سيارتي عادي ما احتاجها في ذا الوقت بس واحد ثاني السياره حقته كل 3-4 لازم يطلع فيها واحد جوال. انا بالنسبه لي جوال اذا اخترب رجعته عادي عندي جوال ثاني كونسولز حق جيمز. بعض اشخاص حياتهم يعني مثلا انا حياتي الجيمز واذا اخترب ما بقول لك انه يعني بيرفع ضغطي بتعب وبعصب بس من الجهه الثانيه لعبه علي ودراهم دراهم اذا بيها رجعها اي خلاص اذا دراهمك دراهمك اي دراهمي اذا بيها ارجعها واقدر اشتري واحد جديد اقدر اعطيهم اياه واستنى الاسبوع الاسبوعين. المهم انه فلوس هي ما تتكلم ذا انت فلوس دفعتها احترام الشخص بيني وبين الفلوس مش احترام بيني وبينك اني اقرر ان لعبه ولا مش لعبه ولا. طيب وفي بعد البور سبلاي ناس يقولون فيه زين بس ما فيه توثيقات بالضبط يقول لك صوت عالي كان شفت فيديو واحد تك 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 بس واحد تك تك هذا اكس بوكس شفته هذا سي دي ما ادري بس هذا سي دي تك تك هذا سي دي. في ناس يقولون انه في زن من البور سبلاي كان زنت سي ار تي تلفزيون سي ار تي عرفت القديم وهذا بظهر ما حد يدري ايش بالضبط شو السالفه ما اذكر لي زن ذاك بس اوكي. او عندك البلاي ستيشن في زين نقول لك من بورس بلاي هذا ذي جديد هذا سوه اليوم. عندك في ريفيور واحد ما نبي نفصلهم علي المشاكل اللي صارت حق الناس لا ادري بس هذا الريفيور واحد لان سوني ردت الريفيور واحد هذا كان عنده مشكلة اللي هي روبرد حق الميموري بسبب الكنترولر في مشكلة في الاس اس دي كنترولر سوني سوني قامت تقول لي يمكن سوفت وير ما انت ما خليك تتكلم انا هو اختربت عليه لا اخترب عليه الجهاز اخترب سوني خذته وعطت واحد جديد اخترب بس تقول سوني الحين يجيك الجهاز اول شيء تسوي تحدثه من السيت اب عشان لا يخترب عليك. قالت سوني وين قالت سوني تغريدة هذه ايش تكون عليه هذه ليش تقول لي تعطي الجهاز حتى ليش ما انت حضرتك تحدينا وتجيب لان كلهم الباتشات هذوهم ذيلي مو محدثين الباتشات مصنوعه لهم شهور ذيلي اذا في مشاكل من الشركه نفسها في مشاكل ذيلي مشاكل سوفت وير من الكنترولر الشركه نفسها ما تطلع السوفت وير الخربان اللي يعدم الجهاز كان هي قبل هذه المشاكل اكتشفوها بعد ما طلعوا الجهاز وين راح الجهاز
بعد ما قاموا يبيعون يرجع علي اذا كان كراتين موجودين هنا ما لي شغل مستودعات. طيب المستودعات موجودين شلون؟ يعني اعطي الشخص اجي ابيع الكرتون اعطيك طلبتك تحدته قبل ما تستخدمه. انت اذا شغلت الجهاز اصلا اذا شغلت الجهاز تحط حسابك تحط السوفت وير يقول لك حدثه ما تقدر تستخدم ما تقدر تستخدم شغلات كثيره بدون تحديث. اذا ما وهذا ريفيور من بد ريفيورات كثيره اغلبهم ما صار لهم شيء وقالت سوني حتى قالت سوني عشان عن المشكله هذه ان عندها تفضل انك تحدثه على هذا عن المشكله هذه والمشاكل الثانيه حتى تفضل انك تحدثه بس ما تقول لك انت حدثه يعني لا يعني لازم تحدثه ما في لازم تحدثه. هم التحديث الاول هذا كله باجز كله باجز فيكسز. كمل انت لكلامك انت كلامك تحس محسنني ان الجهاز اذا عندي بيخترب لازم تحدثه ولا بيخترب هذا اللي اخترب عليه ما لي شغل اللي اخترب عليه يمكن الخراب واحدة من خراب مصنعي من شيء ثاني مش بالسوفتوير اللي بيعدله. انا ما بالنسبه لي مش انه سوفتوير لانه اذا سوفتوير والشركه وجدت الحل ذا ان لجالك الجهاز حتى ما اتوقع ان الشركه ارسلت ايميلات حق الاشخاص اللي عندهم بلاي ستيشن اشتروا الشركه اللي اشتربت منها بلاي ستيشن ارسلت لك ايميل قالت لك حتى ذا سيفتي ذا شيء يعني يمكن تقول عليه يقول لك حتى اذا كان بيخترب. اما انك تعطيك اياه خلاص لا راس بتوي راس شيء قوي أصلاً انك تقول حتى تحديثي خربه. شوف فاقي هذا كله انت مشغل شابك على النت ما تقدر تستخدم اي شيء لازم تحدث. اجل ايش تقول لي ان بلاي ستيشن قالت حتى اي حدثه من انك ما تقدر تستخدم اي شيء لازم تحدثه بعد هذا يعني خلاص غصبا عنك تحدث يعني تبي تستخدم انت اذا تبي تستخدم الانترنت وهذا لازم تحدث يعني خلاص يعني ما يحتاج تقول لك حتى انك انت بتحدث اي بتحدث خلاص خلاص اجل ما او الا اذا كنت بتستخدم يعني كلامك علي كمل من السيت اب كمل من السيت اب تحدث فهمتك بس بار سبلاي صوت بار سبلاي في ريفيور ثاني هذا اذا تقريبا يقول حطه على اللي هي الرست مود وقاعد يلعب سبايدر مان بعدين طلع من الرست مود يصير اللي هي تقريبا يهنق الجهاز ويطفي بعدين يصير له ريبوت. احنا شو نستفيد نقول المشاكل الحين من يعني 2 ولا 1% من مشاكل الناس معك بس الله من هذه كانت في الانترنت مشاكل يعني ما تقدر تسردهم بسرعة ذيلي أوكي بس إنك لو لازم تقول في النهاية إن ذيلي مش يعمون على الجهاز ما يعمون على الناس على الجهاز نفسه اللهم أول ما تسوي الستاب وافق على التحديث حدثه لا تحدثه وشو الشركة بتقول لك طلبتك حدثه ولا ترى ما بعطيك فلوسك طلبتك ما أدري يعني في شركة الموضوع يعني الميون اللي تغرد يقول لك حدثه عندك اللي هي ما في فور كواد اتش دي بلاي ستيشن ما يدعم كواد اتش دي ما عنده البلاي ستيشن برو يدعم كواد اتش دي يدعم 4K ولا يدعم 8K بلاي ستيشن 5 ما يدعم كواد يدعم 4K 1080 1080 Ti 720 اوكي ما في كواد في الوسط ومحطين على الصندوق 8K بس ما يدعم 8K 8K بيجي بتحديث يقولون قريب اوكي انه بيدعم يعني اوكي هو يقدر يشغل 8K بس ما بعد يحطونه اللي هي خيار ال 8K يعني في اشخاص يقدرون يرجعونه بحد الحجة عادي الان تقدر في ناس يقدرون يرفعون قضية عليه هنا تعالوا شلون هنا ادري انا اول ما سمعت من ذي قلت اقول هذا الشيء في ناس يرفعون عليه قضية عندك بعد المتصفح ما في لا هذا في ناس شاب متصفح ما في الاكس بلاي ستيشن متصفح ما في بينزل في تحديث يعني ما بيحطون لأن تقدر تسوي اكسبلويت تقدر تهكر التهكير ما تهكير بينزل أوكي. المتصفح موجود بس تروح حق المانيوال قدرت تروح المانيوال يفتح لك الموقع مالهم بس ما تقدر تستخدمه ما تقدر تحرك بس في ناس اكتشفوا طريقه يقول لك تروح من الموقع مال اذا فتح لك المانيوال موقع مال سوني تروح الى تويتر مالهم بعدين تروح تسوي ساين ان لحسابك بيسكرون بعدين تفتح اللينكات من بعدين تروح تفتح اللينكات من تويتر انزين والاكس بوكس عندهم الاكس بوكس تصدق والله ما خبري ليش اجل دققوا الناس انه ما هي متصفح لانه موجود متصفح السنوات اللي راحت كلها في السوني في البلاي ستيشن في البلاي ستيشن 4 و 3 موجود متصفح 5 شلو مع انه في اعدادات بعد ويقول لك دعم جافا ما يدعم جافا وغيري جافا متوقف الحين لادوبي ذاك ادوبي متوقف متوقف الشهر الجاي خلاص اي في ار ار فاري بروفاش ريت مو موجود على البلاي ستيشن 5 هذا مع ان هذا شيء كبير حق اللي هي الالعاب لا حق ال HDMI 2.1 بس
شلون لان الديجيتال فاوندري يقولون ما ندري احنا ليش ما حطوه، لان بلاي ستيشن نفسه ما تكلموا ما ردوا على سالفه ليش ما حطوه هذه، ومع سالفه انه ما هو ما يدعم كل الفول مال بيج نافي ارديني 2، لانه الاكس بوكس ردت وقامت تقول ان احنا بس اللي ندعم كل شيء. بس ان الاكس بوكس قوته في كلامها في الهاردوير قوي في ذي الاشياء، بس جاي لك انا جاي لك في الكومبيرسون ذيلي والبيج نافي والار تي اكس، بعد الناس يحاولوا يكلمونهم عن سالفه الار تي اكس، لان يقولون الار تي اكس الري تريسنج تكنولوجي اللي في البلاي ستيشن ري تريسنج تكنولوجي قديم، بلاي ستيشن ما ردت. ال ال الكواد اتش دي قامت تقول، او مهندس من المهندسين اذا ما خاب ظني تقريبا برودكت ديزاينر او شيء كذا، قام يقولون يمكن يحطونه مهندس برودكت ديزاينر، ما برودكت ديزاينر ولا سوفت، المهم سوفت وير انجينير او شيء كذا نسيته والله. اوكي قام يقولون الكواد اتش دي يمكن يدعمونه اذا في يعني شافوا كلام كثير، وهذا يعني فوضى عليه. اكس بوكس مثل ما قلت فيري بروفريشيت موجود في الاعدادات طفي وشغله، وفوق ذا كله موجود في الاعدادات كواد اتش دي، وفوق ذا كله موجود في الاعدادات تحول ما بين اللي هي 120 هرتز الى 60 هرتز الى لوك، مثلا اذا الالعاب فيها فيها اللوك الفريم ريت بس ما يقدرون يقفلون على 120، تقدر انت تنزل السيجنال من الاعدادات نفسها وتخليه على 60 هرتز عشان يقفل على 60. بلاي ستيشن ما فيها يعني هذه الشغلات كثيرة، بلاي ستيشن نظام اصلا فاضي نظام، يعني في ناس كثيرين يقولون ان سوت مثل ما سوت اللي هي الجيل في بلاي ستيشن 4، نزلت جهاز ناقص شغلات كثيره ونظام ناقص شغلات كثيره والحين قام يضيفونه. وهذا يمكن من الكلام اللي يقول لك تاخروا جدا ما اعلنوا عن اليو اي، لان شكل اليو اي ما كان جاهز، توه كان جاهز في الاونه الاخيره يعني قبل ما يسوون الشب. كنهايه بالنسبه لي خلص انت بلاي ستيشن المقارنه خلاص عندنا الحين خلص، بس عندنا المقارنه حق بلاي ستيشن اكس بوكس كمل. بالنسبه لي اكس بوكس شاده في الميزات في الجهاز، لكن تشتري جهاز نرجع مثل ما قلت من ساعه لحق العاب حصريات سوني، هذا الشيء يعني ما لي شغل في هذه الميزه هنا والكنترولر هنا فيها هزاز وما ادري شنو في ذا ما فيها سند، بس كالعاب تبي سوني. اكس بوكس عندها ثلاثه، هيلو جيرز اوف وور وفورزا، وبسوني عندها سوني عندها حصريه واحده ما احبها كونكريت جيني بس. المهم انه في اشياء يعني هذه الاختلافات، فالعاب العاب هنا ميزات عندك اذا كنت تشتري اكس بوكس عشان تحطه في لاند بلوراي تشغله موجود تحطها بسوني الموجود نفس البلوراي، لان البلوراي كانت تسوي سوني لهم ما كانوا، الحين خلاص اثنينهم الترا اتش دي بلوراي 4K. حلو الحين ديجيتال فاوندري، طبعا ديجيتال فاوندري نفسهم اللي هم تكلموا قبل يقولون ما في في ار ار ولا في هذا من قبل ما يطلعون للبيع الاجهزه، وقالت يمكن اللي هي فيري بروفريشيت اللي في في ار ار يمكن بيسوون سوني يخلونه جيم باي جيم بيسس، فهمت شلون؟ اللي يخلون اللعبه نفسها اللي تدعمه مو بالسيستم اللي يدعمه. ايش هو قدام عندي يفكرون الحين يمكن ما ندري احنا بالضبط ليش ان سوني حتى ما ردت، واذا كل هذا اللي سوت يعني حرفيا انت ما تستفيد الا من 4K 120 من ليش دي ماي 2.1 4K 120 اتش دي ار، بس لو انه يخلوا اتش دي ماي 2.0 4K 60 اتش دي ار كان كويس بعد للحين. وال 8K بعد هذا بفعلون 8K نقول لك ما ندري متى يعني يقولون قريب، بس ال 8K اذا فعلت ال 8K ما في شيء تشغل 8K اذا ما خاب ظني، تقريبا في لعبه واحده اندي طلعت قبل تقول بينزلون تحديث برفعون ريزولوشن 8K، بس هذه لعبه اندي يعني مطور مستقل صغير لعبه مو قويه. ديجيتال فاوندري خذوا دبل ماي كراي 5 سبيشال اديشن، هذا النسخه المطوره حق النكست جينيريشن للسيري، حطوا سيريز اكس والبلاي ستيشن 5، شافوا انه في الهاير ريفرش ريت جي في الهاير ريفرش ريت مودز للعبه الاكس البلاي ستيشن احسن، بس في الار تي اكس مود الاكس بوكس احسن، والفرق ما بينهم احيانا 20 الى 30 20 الى 15 فريم 10 فريمات كذا. اوكي هاي ذيك الدرجه. وفي اللودينج البلاي ستيشن صار اسرع،
اتوقع بسبب انهم يستخدمون هاردوير ريتشيسنج هاردوير قديم القوه مالته قليله جدا يعني او ان اللي هي في البلاي ستيشن اذا حطيت على الار تي اكس مود اللي هو الريتشيسنج مود الفريمات اقل لان يمكن يستخدمون اللي هي مثل ما طلعت الاشاعات وما ردت هي كرت شيء سوني ان الار تي اكس مود قديم او الريتشيسنج تكنولوجي ايه القديمه اوكي باقي لي شيء واحد انا قاعد العب اساسن كريد فالهالا شو شفتني اليوم اللي قاعد تلعب اي اساسن كريد فالهالا اللي قاعد تطير من البناصر ما ادري بومه ما ادري قلبي هذا غراب غراب ما تشوفه اسود كان لونه هو بس جات على الغراب في طيور سود يعني في غراب ابيض يمكن لو تقول جوجل تحصل تمساح ابيض فيه جات على غراب لا تمساح مصبوغ هذا انت رايح حديقه الحيوانات في مصر انت اللي حط ماخذ تذكره في الاخبار اللي اخذوا حمار وصبغاه وقام يقول حمار وحشي مس القاهره تقريبا قديم هذه السالفه لها 2015 قديمه 2015 5 سنوات 2015 الله يهديني حسين شيء كانت اوكي المهم خلينا نتكلم عن فالهالا شوف كواحد لعب كل أساسين كريد في التاريخ أحس إني مغصوب إني ألعبها. كنا مسلسل كنا ذا ووكينج ديد أكرها بس المشكلة أنا شفت كم 9 سيزونات الحين ما أقدر أوقف ما أقدر أوقف الشغلات حتى أنا لعبتها اللي هي شغلات الهيدنج وان الهيدن وان اللهم يعتبر ذي الأساسنز ذي القوم يسمهم أساسنز يسمهم the hidden ones هم بس يمشون تخبون يمشون كذا إيه هم دائما من الشادوز اسمهم عندهم كلماتهم تقريبا أساسا اللي هي we work in the shadows to serve the light أوكي حلو شيء شغل أحس إني خطير يعني بس يمشون هم في الظلمة ولا في الليل بس يعني ولا لا هم يعني يشتغلون من الظلام عشان يساعدون الخير طيب كويس نوعا ما احس ان احس لو اني ما جلست تقول فيول حق لعبه ذي المبرع حتى لو سويته انا كم سنه ذي زين بالهالة لها يومين تقول كويسه جديده اي لها يومين اوكي حتى لو يعني لعبتها كويسه بس اذا حرفيا ما لعبت اي اساسن كريد قد اي اساسن كريد قبل او مني ما بدات من البدايه ما بتعب نفسي العبها ما بتعب نفسي العبها لاني ما بشوف الشغلات الكول كل الشغلات الخطيره مع الهيدنج مع اللي هي الاساسنز قبل ما يسمونهم اساسنز ولا افهمهم اذا ما لعبت اساسن كريد الثانيين وهذه اخر واحده من الثلاث اجزاء اللي بيسوونهم اوريجنز هذا اخر واحده بعدين ياخذون يمكن هايتس كم من سنه بعدين ينزلون واحده جديده كامله ان شاء الله يوقفون يستخدمون كل اللي هي هذا اللي هي الاسيت اللي يستخدمونها الحين لان نفس الكنترولز نفس الفايتنج نفس كل شيء رفع ضغطي تفضل شيك محس الله هذه لعبة رفع ضغطي كنت العب سكريد اوديسي هذا اللي قبلها أذكر نزلت الحين ذي لنفس الاسم. كان هذا اللي قبلها. وكلمني واحد من الشباب. قام يقول لي إيش فيك معصب؟ قلت أقول لك قاعد ألعب لعبة. قام يقول لي ليش معصب؟ قلت أقول له والله تصدق ما أدري. جلست أفكر قلت أقول ما أخذ الموضوع شغل. والله ما أخذ شغل. مو بوناسة. شفت شلون؟ رفع ضغطي. أدري. قبل 20 دقيقة شو أقول لك أنا كنت خارج معك. بعض الناس ما بيأخذين الكونسول ألعاب. ادري انا وقفت والله اذكر اخذت لي مده لاني ما خلصت اخر دي ال سي حق اللي هي اوديسي الا الاسبوع اللي راح نزلت لها الحين تقريبا تاخذ 3 سنين من نزلت ما خلصت اخر دي ال سي الاسبوع اللي راح ليش لان هديته قلت اقول خلاص ما بلعبها الا لما ابي العبها مو بموضوع شغل اهو لانه انا من النوع اللي ما تعطيني لعبه اوبن وورد عالم مفتوح وتقول لي هذا المشن الرئيسي وهذا العالم كله مفتوح وفي سايد ميشنز الناس شو بيسوون بيروحون حق اقرب المهمه الاساسيه يبون يتقدمون في القصه يبون ياخذون قوه يبون لا انا لا هذه المهمه الاساسيه واروح افتح المدينه كلها واخلص كل السايد ميشنز بعدين ارجع في النهايه وفي النهايه اللعبه اللي هي المهمات الرئيسيه تصير سهل علي واجد ولا بحلوه
لاني انا ملفل كل شيء، مفتح كل شيء، مسوي كل شيء. ما في بعض الالعاب ما تقدر تفتح تروح سايد ميشن، في بعضهم يصير لك الميشن. يصير لك مثلا سايد ميشنز ما تنفتح الا بعد بعض المهمات، الخريطه كلها ما تنفتح الا بعد بعض المهمات. مثلا انا اللي الحين يومين العبها، اليوم ما بيومين ثلاثة ايام، يومين استخدمت يومين بس في الابلوج، الابلوج بس تقريبا مشينين مثلا هذا يومين، فتحت انك تصير في نوروي، فتحت نوروي كلها، ونوروي فيها جهه اقوى بقوه يعني المفروض ما تقدر تروح تقتلهم، خلصتهم طولت عليهم جدا، خلصتهم خلصت كل شيء، بعدين سويت المشينين، بعدين رحت بريطانيا. بريطانيا هذا اللعبه، بريطانيا تبدا في اللعبه، اذا تروح بريطانيا يجي لك السباش سكرين مال اساسن كريد نيني ما ادري وش اسمك، توك دخلت اللعبه، ضليت يومين على ما ابدا العبها. حلو. طيب نتكلم لكم الحين عن اليوم عن الايفونات، نهايه الفيديو او نهايه احس شو نتكلم عنها. احس اني تمي في طعم كني ماكل كورن فليكس. اوكي، الايفون 12 برو ماكس، 12 برو ماكس اللي اذا كذا ممكن ما تشوفوني تخبى كذا، خلاص هذا من الهيدنج حصلت من الهيدنج وان اساسا، وهذا 12 ميني. شيء ما ادري كيف شو ما تدري بعد أبل. أنا بالنسبة لي أقدر ودي أقول هذه الكلمة بس إنها تهورت. إيه لا مش تهورت، ودي أقول الكلمة ذي اللي يمكن وين ستيف جوبز عنهم. لا 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 قالها قالها إنك قاعد أكلم واحد من الشباب أمس تقريبا، قالها لي قام يقول لي وين ستيف جوبز عنهم، ما بيرضى لهم يسوون هالأجهزة الكبيرة شلون تستخدمهم. يقول شوف كلمة واحدة هي بس أبل بذي الحركة، باقي شيئين يمكن الكاميرا والليدار هنا وانا اعطيك اياها الان. يعني انت قربتي على انه تقتلين الايفون 12 برو ماكس بال 12 ميني. والله انا ما راح. شوف انا بالنسبه لي ما لي شغل في البطاريه، خل هذا كبير البطاريه وكل شيء، بس عطني الميزات من الكاميرا اللي هنا موجوده هنا. طبعا هذا تنيتي شاشه مالت ولا ايه تقريبا تنيتي او اعلى منها. انا اقول تقريبا اكثر من كلمه. اوكي ما عليه بس هل... لا لا ما بقى... لا نتكلم البطاريه بعد متخلص الحين. فبالنسبه لي ليش البرو ماكس لازم يكون، يعني ليش الميزات كل الميزات تنحصر على جهاز واحد كبير؟ مثل عالم او الشركات تسوي، مع ان أبل تسويها كانت، ليش 12 برو مش نفس 12 ماكس في الميزات 12 برو ماكس؟ السنوات اللي راحت نفس الشيء، ليش الآن إذا كنت أبي كل الميزات ليش ما في 12 ميني برو؟ سبيشال إديشن بينزلونه. إذا نزل هذا صح برو وبكل الميزات، أنا أقول لك إن ما أتوقع إنه يمكن في أشخاص قليل اللي بروحون حق الماكس. عطني كل الميزات الصغيرة وخلني أنا أشحن البطارية. أنا بتخلص البطارية؟ أنا خلي لا لا وقف. أنا على استخدام الحين. أنت الحين من متى شلت الشاحن؟ 12 تقريبا. باقي ساعتين تأخذ 12 ساعة. تقريبا. طبعا شلت من الشاحن وخلصت المسلسل اللي قاعد أتابعه. لأن قاعد ألعب أنا. أو أشوفك. وقاعد أتابع مسلسل قاعد أتابع. Righteous Gemstone خطير. ما ليش كم جلس عليه المسلسل؟ خلصته أنا تقريبا وأنا واقف. تقريبا أنا شفت اللي هي حلقة سبعة تقريبا ستة حلقة من حلقة ستة إلى حلقة تسعة تقريبا. من الساعة 12 إلين تسعة. أوكي. دون شارج. يعني ما أدري بتشوفونه هنا ثلاث ساعات. ما راح يبين على HBO Max. ما راح يكون ما راح يبين. لا توري ما HBO Max تحس ما راح يبين كذا، يمكن بدون سوون سكرين شوت. ال HBO Max 3 ساعات ونص، اليوتيوب ساعة و12 دقيقة، سبوتيفاي 14، الهوم واللوك سكرين 18، تيك توك 7، في لعبة دقيقة دقيقة. ف
ثلاث ساعات وباقي فيه 30%. ومكس تقريبا البرايتنس. البرايتنس المكسة. طبعا أنا قاعد أغلب اللي أشوفه كان أغلب اللي أسويه كان بلاي باك. يفرق عن استخدام سناب شوت وغيره. البلاي باك اللي هو يوتيوب يا اتش بي او ماكس معلي بس مش هلت لفنا. أي أنا أقول لك إنه يعني سناب شوت هذي غيرها بتصير أقوى بك يعني في أشياء أنا عارف. بس إنك مشاهدة أفلام ثلاث ساعات وشوي وغير الأشياء الثانية ومن الساعة 12 الظهر وحين 10 وربع الليل وباقي فيه 30% ماني شغل البطارية. خل هذا الحين البطارية يعني فاجأتني. لكن هذا الجهاز بمال السنة. مش أصلا قبل ما تفتح الصندوق ايش قلت أنا؟ ما أقدر أقولها. لماذا؟ كمل. لماذا؟ قلها. لا قلها. لا ما راح أقول. لا ليش؟ قل أنت. ما أذكر أنا. أول ما فتحت قبل ما تفتح الصندوق وريتني اللي هي صورة ما تقوم تقولي على كبر 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 هذه الصورة هذه اللي على الصندوق تقول له إذا قبل تقول إذا هذا كبره إيه إنك أنت بتحول حق الآيفون. أحول حق الآيفون أنا خلاص. وتوي قاعد أشوف مسلسلات وغيره وأمور طيبة في السليم يعني أمور طيبة في السليم. أسأل نشوف مسلسلات وهذا يعني أغلب الناس يقولون شاشة صغيرة. إيه شاشة صغيرة. أشوف يعني. شان أشوف أفلام شان أشوف مسلسلات شان ألعب. شاشة صغيرة هذه كل أغلب هذا عيبهم في الشاشة صغيرة شان ألعب شان أشوف مسلسلات شان أشوف ألعب هذا أنا قاعد أشوف مسلسل أموري طيبة في السليم. صدق إني جلستي كانت قريبة منه لأن حاط على الطاولة وقاعد أطالع فيه حاطه كذا على الستاند وقاعد أطالع لأن قاعد ألعب. أموره طيبة في السليم هذا قاعد باقي ألعب. أنا الحل لي أفضل يعني دي يناسبني أكثر. أنا واحد ما أشوف مسلسلات في الجوال ولا ألعب في الجوال. ممتاز. أنا الحقيقة ما ألعب في الجوال نفسه ولا كلش نادر جدا. أنا ما ألعب إلا برا. أوكي لكن الآن في الجوال ما أدري أحس الجهاز اللي قبل صار هو قاتل سلسلة التولف كلها. التولف مني سدح التولف برو تولف وتولف برو ماكس. أنا ما أشوف أي مشكلة فيه حاليا. طبعا ما بعد ألعب فيه ما بعد يعني استخدم قوة ما بعد أتفرغ له. ما تقدر أي حتى وأنك يعني أنت ما تقدر تجي تقول انطباعك حق بطارية أو حق ألعاب في هالجهاز وتقول إنه مشكلة إنه ما ده أوردي. ما قلت أنا يعني على البطارية ولا شيء. أنا تقول يمكن الحجم ماله ما ينفع ألعب. بس أنا اليد على يعني عندك على الحبات ومسكت اليد. بس أنا اللي على شوف الحين ما أشوف أي مشكلة من أتوقع ببجي ما بيصير ممتاز فيه بسبب أن ببجي عنده حبات أزرار كثيرة. برضو كل واحد على حسب إيده فأنت بتقارن بإيده. لا أنا أتكلم عن المقاسات لأنهم الحين هذا ببجي الحبات ما يقدر تغيرهم. ثاني شيء ببجي الحين خربان عندكم التيمز يدخل في الناتش وفوضى. أوكي. ما من متى معدلها من التن تقريبا الحين صارت التن في نوتش اي من التن معدلوا هذا اللي هي التيم نيمز يدخلون في النوتش يعني فريقك في ببجي اقول لك من البدايه معدلها من النوتش يعني بدا النوتش معدلوا. اوكي يعني اجد لهم حل. لماذا هذا الكلام باقي العب فيه ما ادري انت ترى وباقي شحنه شحن باقي بشحن يعني فور تشارج وبطلع ببرا بجرب ال 5G الاستخدامنا قطعت الشريحة بعد هنا اموره طيبة في السليم. الصوت انت يعني بتحاول انك تطلع برا وتستخدم لين يخلص ال 5G؟ لا بطلع برا ما بستخدمه بطلع برا بكلم واحد من الشباب بدخل ردت بدخل سناب بدخل تويتر وبتمشي شوي يعني خلي نص ساعة بعدين برجع وبشوف هل انه صج ينزل نص ساعة ما تخليه ولا ربع ساعة. لا مستحيل يعني خلوا نشوف كم ينزل نص ساعة وربع ساعة كم ربع بس يعني مثلا نص ساعة وربع ساعة مثلا أرجع البيت بيصير مثلا يقول لك 60 ولا 70%. هذا الموضوع خطير. ممتاز. في نص ساعة متفتح ردت فتح سناب شات وفتح 5G قاعد أتكلم 5G وصل 60 ولا 70 مثلا كذا. ذكرتني بالايفون 6 الايفونات القديمة الايفون 5 قصدي الايفون 5 وذي الايفون 5 بس انك انت لانك انت انت خدت الشيء فيعتبر شيء انا ما هب بطلع بسويهم كلهم في نفس الوقت. انا بطلع كلم واحد من الشباب كلمه فيديو كلم الشباب فيديو بعدين بطلع
بروح رادت بروح تويتر تعرف اللي شيء شوف إذا بتسوي انطباع طالع يعني تتمشى بس انت انا عارف بس تسوي الاشياء دي يعرف ان انت جالس تستخدم شيء مش لحق استخدامه يعني مثلا هو يحول ما بين 5G وكل شيء المفروض يصير سمارت مو بطاريه سمارت انا اكلمك ان الجهاز الميني من البدايه تعرف انه مش لحق استخدام الثقيل اي مو انا باخذه استخدام طبيعي بطلع برا مو بهتم على مش لحق استخدام الطبيعي الاستخدام عالي طبيعي يعني استخدام عالي طبيعي مش استخدام ناس طبيعيين اوكي ايش هذا الكلام يعني ما ادري ايش اقول لك يعني انت لازم تفهم علي الجهاز استخدام خفيف انا بدايه من بدايه الفيديو هذا اقول لك الجهاز حق واحد يفتح الانترنت الفايف جي مثلا انترنت بيحول فلوس يرجع يسكر يفتح الايميل انا واتساب معك نعم. انا بقارنه بستخدمه كجهاز طبيعي وبيشوف احنا شيء اوكي هل طبيعي. هل هل انه صج مثلا يقول لك صغر الشاشه صغر والريزولوشن مال الشاشه الصغر الاوبتمايز كرابل ترى 1080 ما في صغر ريزولوشن ولا شيء 1080 يعني في شركات الان 1080 جهازات الجديده يعني معك الا مقارنه بالثانيين يعني من ذي الثانيين مقارنه بالكواد البقيه الايفونات الايفونات اذا مسوي فيه اوبتمايز زياده ابل لان ابل سحره السيلكون تيم وعامه مالهم اذا مسوين شغله لا خاص يعني حفاظا عن على بطاريته الصغيره جدا ونشوف اذا صج يعني هل هذا الصغير يقدر مثلا يقول لك يستحمل طلعت تمشي ما هو طلعت ما بطلع انا استخدم ما بطلع بلعب ببجي على فكي انا زي مالي بس انا بكلمك جهه ثانيه انت تتوقع انت اذا طلعت برا الجهاز ما راح يدفع لك من البرد اذا تجلس يعني كم تجلس برا وقاعد تستهنى الظهر امور طيبه الظهر كامس 3 تصير درجه الحراره ما ادري بس انا المشكله اني ما اقدر حتى اتكلم هنا في كوبرتينو ما المشكله اني ما اقدر ادخل كوبرتينو او اول ما تفتح كذا المشكله اني ما اقدر هنا اقارن في المنطقه حقتي بالجهاز بدرجه الحراره والاستخدام لان حراره الجهاز تاثر على البطاريه واستخدامك هنا بارد واجد درجة حرفيا تشوف البطارية تنزل من البرودة واذا كنت بتحرقه الجهاز مستانس اوكي كمل انت جالس الحين تدفيني الجهاز يقول لك انت جالس ما تبردني عند في دول الخليج لا هنا انت تدفيني ف استخدامي للجهاز يمكن في الصيف اللي تحس فيه هذا وقت الاستخدام لا انا بقول لك بطلع بستخدم الحين عادي ما شو اسوي بعد ما اقدر ما في أو إني أجلس هنا وأشغل هيتر عادي عادي لو أجلس عرق وأشغل هيتر فول وأحط وأجيب هذا البطانيات وهذا ولف القطر على الجوال وأطفي شو اسمه الواي فاي وأجلس على الشبكة حط يمك حمضيات كذا وأجيب نار كذا أقلب يا ولد جيب القهوة يا ولد طيب ففي النهاية بطارية الآيفون 12 برو ماكس ما راح تقدر يتكلم عن البطارية حقتها لكن تقول ال هذه ايه المكسورة. السنة الوحيدة هذه ال السنة هذا الجوال الوحيد جوال البطارية بطارية ممتازة في الشارج اقول لك شوف اوكي ايه يعني شلت على 3 تقريبا العصر الان 10:30 صارت عندنا 76 افضل من ممتازة بالنسبة لي أنا جهازي يكفيني يوم كامل يعني 18 ساعة يكفيني مش استخدام 18 ساعة لا يتم معي 18 ساعة في يومي كامل بالنسبة لي ممتاز فالحين أوكي 3 العصر 18 ساعة ما بممتاز بس ممتاز جدا لا بس أنا أقول لك أن الأوفر كل اللي مسوي أبل من الايفون 11 برو ماكس السنة بس خلاص وصلنا خلاص بس هذا مميزة وثاني حاجة إذا وصلتي أكثر تنحيف خلاص 11 برو ماكس ما حد اشتكى من النحافة ليش انحف ازيد هذا ليش لا هذه يعني هذا سميك شوي افضل حتى حق الجهاز من الداخل معك هذا اذا اول ما تمسكونه اذا حد راح ومسكه ما بيروح اكسترا للجرير القطعة المشبوكة فيه ما تقدر تمسكه عادة بس لو تمسكه هو تحس انه تعرف اللي هو الدمي فونز اللي يحطون لهم جهاز محلات الجوالات اذكر جبت واحد انت
علي ليش تجيب اشياء ما الانسان ما عاش معاه؟ ليش ما تقول الفايف؟ مش ما تقول الاجهزه يعني؟ لا لا الجهاز الدامي فونز هذا الدامي فونز يعني اللي يصير فاضي بس اللهم من خفته غصب فاضي من داخل ما في شيء من داخل خفيف جدا نفس هذا تحس ان تحس انه فاضي من داخل من خفته من خفته في تير داون شفت شفت المسكه حقتها كيف البطاريه ماسك البطاريه ماسك البطاريه كذا على اطراف ما ادري احس البطاريه حس إن كبر صبعين كذا البطارية تيجي كبر صبعين ما أدري أو ثلاثة إلا إلا إذا بتصير كذا البطارية بس هذه لا بعد لازم تشوف لها مسافة يمكن يرفعونها شوي فوق عندك هنا لازم ترك مسافة من الشاصي كنا نحف من صبعي بعد شوي بعد لو تقص صبعي يعني أنا اللي أتمنى في المستقبل إذا جات لنا تقنيات جديدة حق البطارية إن الأندرويد ينزلون كذا كذا ان شاء الله المشكله ان لا تقول لي لا الناس ما راح يشترونه والله العظيم كثير راح يشترونه الناس بيشترونه لا هلا لا هلا بس الحين من الفيتشر اللي الناس يروحون يشترون الجهاز لها حجم الشاشه وش ذا يقول لك ذا شاشته اكبر وراح اشتري انزين ذا هذا ذا الجهاز الفلاج شيب لا ذا شاشته اكبر هذا بعض الناس هذا في هذا اغلب الناس جات الحكومه اوكي مش شوف الاندرويد معروفين الشركات اوكي معروفين الشركات يروحون يدورون اوه في واحد جالس في الزاويه ايش اللي يبي ذاك وما ادري نزل له شيء شلون الاندرويد ما بقدر تسوي يعني وفي ناس تسوي اشياء الناس ما يبونها وموجوده في السوق معك فذي الشيء بسيط انه كانت تسوي عشان يعني اخر جوال كان اللي هي الكومب اخر جوالات فلاجشيب ريل فلاجشيب كانت الكومباكت سيريز من سوني وكنت احبها لانه يعني كانوا صج ثيك كانوا صج يعني سميكين بس كان يعني جوال ما يقول لك شيء جوال عمره الريزولوشن صج انزل بس محطوط فيه كل تقنيات سوني اكس رياليتي نفس الكبير الشاشه صج انها ما هو بهالدرجه وتقريبا الاكس كومباكت اللي اذا ما خضني كان اخر واحد منهم استرخصوا فيه والشاصي نفسه ما خلوه شاصي قزاز خلوه شاصي بلاستيك اما اللي قبله نفس الجهاز بالضبط الشاشه ريزولوشن والشاصي اصغر بس في جهاز سامسونج حرام اقتلته الفا اللي شفته حق ذاك كنا بطاقه هذا ذاك الجهاز اذكر شيك جالكسي الفا اسمه متى يستخدم كلمه شيك الحين بعد الفا اسمه الفا شو بتقدرون تبحثون عن نزل يمكن في 2014 حولها في ذا الوقت 13 ونص شنو اذا ما خاب ظني قريب نهايه 14 اوكي نهايه 14 يمكن يجي صح نهايه 14 يمكن لكن ذا الجهاز اللي على طول شريته حق الوالد وصلت السعوديه كنت هنا نزلت رجعت هنا شفت الخبر كنسلت وقفت سامسونج لأنه يعني كان يعتبر فلاكشيب علي ذيك الفترة الفلاكشيب حقهم ما يحطون فيه ألمنيوم أدري بلاستيك الظهر بلاستيك بس هو الشاصة ألمنيوم ذيك الفترة الاس 3 فوق موجود واس 4 أذكره بلاستيك هذا الجهاز الألفة ألمنيوم في الجنب يعني خفيف وضحيف والبصمة حقته ما كانت سحب تقريبا لا صح كانت ما ذكرت ما سامسونج ما راحت من السحب السفن تقريبا السفن كان أول جهاز ما بسحب تحط صبعك بس كان ذاك الجهاز حسيت يوم شفت ذاك الجهاز حسيت إن سامسونج لا في عندها نظرة جديدة لحق التصاميم بس فصلوا راعي النظرة وراعي التصاميم هذا ذاك تمسكه مع هذا حسن نوعا ما مع إن ذاك أنحف ذاك نحيف أذكره أنا ذاك نحيف أنا ماسكة ذاك نحيف تقدروا تبحثون وتكتبون لنا تحت التعليقات أنتم من ذا أنحف كتبوا في جوجل ويطلعوا لكم السمك والنحاف حق الجهازين جالكسي تقريبا جالكسي ألفا تقريبا خلنا نقول حق سيري لا ما فيه ففي النهاية جهاز ممتاز للشخص اللي بيطلع يحب تصوير مرة و يجلس يعيش برا يوم كامل أو كامل لا 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 أو على الانترنت ويكلم الشباب ويكلم الدنيا وديلي وكثير أوكي دق على رئيس أمريكا ويسأله يقول لها فوز بالانتخابات أما هذا
أظلمت الايفون 12 برو في الوسط، هي ظلمته 12 برو اهم شيء. ما احس انه ما هذا هذا امور طيب في السليم. حتى الان السبيكر ماله صدق يعني ما في بيس تني تعبان السبيكر، خاصه على الصوت العالي لا تمكس الصوت وترمك طيبه. اما اغلب الناس هالايام كل عندهم بادز، ما حد يستخدم سبيكر. سماعات جهازك شلون صوت؟ أيوة. انا عن نفسي ما استخدم، انا ما اذكر سماعات. انا اتذكر لك اذكر مره تكلمتكم في فيديو قلت جيم ما راح تجي فتره ان تسويها ابل ترى قبل امر شركه كنت تسوي لا نستغرب اول شركه تقول لك ليش عندك سبيكر عندك مثلا ساعه لابسها وانت نايم يهز حفاظ على الطبيعه. السبيكر ما بجاي في الكرتون تشتري وتركبه السمارت كونكتر السمارت كونكتر تحطه ويشبك مغناطيس مع اللي هي الماج سيف ويشحن من الجهاز. لا بس ترى تجي يعني تمرت مرحله انا مع العمر ان يعني الجوال ما اشغل شيء ليش بشغل شيء حتى مثل البيت يعني تواجري طيب اشغل السبيكر. انا جهازي اذا رن انا تذكر يوم كنت طالع ماخذ من الجوال كنت برا واشوف الرن جوال اقول مدي اطلع فيك طلع فيني يقول مدى جوال ما ادري رنت جوالي ما اعرفه رنت جوالي ما اعرفه ما اعرف الا رنت كله صامت وما اعرف الا رنت التطبيقات اللي استخدمها دول الديسكورد ولا فما ادري يعني احس انه وصلنا لمرحله السماعات صارت جزء مع مشكلة انه قمنا نهد السبيكرز يوم وصلنا بالسبيكرز ده شيء محترم تعرف لو وصلنا اوكي كل الريفيورز اذكر كم قبل ثلاث سنين تقريبا وصلنا للسبيكرز كل الريفيورز قاموا يقولون حتى انه اغلب الاجهزة الموجودة اليوم خلاص السبيكرز ممتازة جدا يعني تكفي وتوفي والحين قبل نسحب الموضوع. لا وصلنا مرحلة خلاص الحين الناس قاموا يدققون على السبيكر على يمكن الايباد على اللابتوب بس جوالات خلاص ما حد يجيب لك ريفيورز قليل الحين ريفيورز برضو حق السبيكر حق الجوالات ما ادري يمكن احنا اهم شيء نقول لك اللي صار نقول الجهاز نفسه ايش فيه قلنا السبيكر ماله مقارنه بالاجهزه الثانيه تعبان مقارنه حتى اللي هي سامسونجات الفلاج شيب تعبان ويظل جهاز رخيص جدا ما يتقارن بهم بالسعر واذا حطيتها النص الى فوق النص الصوت كويس تمكسه اوكي بتحس ان في ديستورشن يألم الأذن ما هو حلو في الصوت مش حطه في أذنك سامع من بعيد ما يحتاج تحطه ما أدري بس أنا سمعت أنه أقل من الآيفون 12 برو ماكس استخدم الصوت أوكي أنت شوف شيء طبيعي أنك شريت كل ما يصغر الجهاز كل ما يصير السبيكر حقه أصغر كل ما يكبر الجهاز كل ما يكون في مساحة السبيكر داخل في الجهاز تكون أفضل وبعد في يعني شوف السبيكر الكاميرا لا مش الكاميرا يمكن برضو البطارية البكسل بر انش ديري كلهم للشاشة قصدك الشاشة حد انها الشاشة كلهم ذيلي يتمددون او يكبرون ويصغرون على حسب حجم الجهاز يعني الجهاز يأثر او حجم الجهاز يأثر على الاشياء ذي كلها برضو الحرارة تخش معاهم بس بشكل احسب برضو الجو على حسب تقريبا في عندنا في الاندرويد صغر الجهاز في اللي هي من زاويه الحراره والاوفر هيتنج اذا في مش من الاندرويد الحراره هي معروفه ان لا عندنا كاستخدام نفس اللي هي لان عندكم انتم اذا ترتفع الحراره واجد ما يقول لك شيء الا ما يطفي الجهاز ما تحس ان جهازك مرتفع حر ما تحس ان اداءه تعب لان مرتفع حراره جهازك لا يقل لازم اذا صارت الحراره ينزل دروب ما تقدر تشحنه ولا شيء لازم يجيك لا اتكلم لك كان مثلا يقول لك منشغل جيك بنش اكثر من مره رافع درجه الحراره مال الجهاز السوسي مالك محتر تطلع وتستخدم تطبيق ثاني مو طيبه ايه احنا عندنا لا ها رفعت حراره الاسوسي تطلع برا تشوف اوكي كم من فريم طاح كم من همشلان ما اتوقع عندنا احنا في الاندرويد صغر ما خبري انا في جهاز صغير وكان في هيت بايبس ولا ما بتقدر تحط يعني نحاس ولا شغله للتبريد اي شيء ما خبري بس عندكم انتو ما ادري والله ما بعد اختبره احنا نشوف وانتو ما تضرون عامه يعني كالحراره الى ما توصل لدرجه حراره
درجة حرارة السعودية إذا حديت جوالك ودخلت المدرسة وطفى. يعني مو مرة يعني مو مرة شفت أحد ما أدري استخدم جوال وطلعت للرمز إنه دفى أو بردة، يعني صارت وصلت الحرارة عالية وهو قاعد يستخدمه بس. لا لا أنتوا عندكم ما تصير هذا. قاعد يستخدمه يمكن يجي يحطه في الشاحن ترتفع الحرارة وهي العمر ثاني يقول تقطيع ما تشينه وارتفعت الحرارة وقوم الشاحن ما يشحن. يعني قبل توصل لك لمرحلة دي تسوي الأشياء دي كلها بس إنه ما يقطع جهازك إلا إذا كنت تركه في السيارة والظهرية مثلا داخل المسجد تصلي معروف هذا هذا الحركة هذه ما صارت. أنا أول مرة شفت هذه كان في جوال واحد من الشباب هد الجوال في السيارة وراح المدرسة. بعد إحنا رجعنا قام يقول الناس إن جواله في السيارة ويطلع جواله حار حار جواله ويشغله ويطلع لذي اللي عرفت اللي مثلث يقول له ثرموستات تقريبا إذا ما خاب ظني هذا في الوسط يقول له حار وما ادري وش وترى بالله اذكر ركبت فيه وحط الجوال في المكيف عشان يبرد. هذه دي اول مره شفتها في الايفون انا بس ما شفتها انا شفتها في صور. لا شفتها انا انا شفتها ان دف الجهاز هنا اي هذا سمعت بها بس ما شفتها انا لا شفتها هنا مره نسيت جوالي في السياره ودخلت البيت وكانت بسالب 20 دف الجهاز فيلم اللمبي ذا اللي دفوني دفوني مكتوب إنه كولدان كولدان مثلاً الهيت تحطه في الهيت. دخلت البيت وجلست ممكن ساعة أو ساعتين تقريبا نسيت الجوال فترة بحيانا خلاص ساعة عندك وشين نسيت الجوال. انتبهت بعدين إنه بشيك بدور الجوال من عند ما بضغطها عن الجرس شفت الا اكس موجود عندي كان ذيك الفتره عندي الوايرلس او البلوتوث مش الشريحه دريت انه مفصول قلت بعدين مو يمكن نسيته في المحل وانا جاي ما ادري شنو رحت السياره اللي شفت في السياره طلعت لما حطينا المثلث الاصفر وفي الحراره من الجهاز بارد واجد ايه حتى مرتفعه بروده وصاير او نازله حرارته تقريبا وصاير ان العليل تعرف شلون الكريستال طبقة الثلج قامت تصير عليه تنبني شفت النوافذ كيف؟ اوكي عرفت شوف اوكي الخطوط هاي الكريستالات اي ولدرجة انك يوم دخلت وخليتها يدفش وشقلتها صاير ثقيل الجهاز ما تقدر تستخدمه دروب فريمات كثير مرة تحس الكريستال اللي داخله ولا شيء في المعالج لا 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 هذه اذا بردت الشاشة نفسها هذا من نفس اللي هي الديسبلاي اي الاضاءة تشوفها بعد غريبة ما ادري بس انا تحس فريمات طايحة بس حبة حبة شوي الجهاز ورجع على طبيعته لكن حلو ان شوي احنا عندنا في دول الخليج شوي في الجهاز نسوي اشياء ما سووها الامريكان فالحرارة اوكي الجهاز مبني انه في ماكسيم في شوي مرونة في الحرارة يوصل 40 لشيء مثلا بس في البرودة صعبة ف الحمد لله ان احنا ما عندنا برودة لا تكون جهزتنا كلها متفجرة تقول كذا العبي يقول لك ها لا لا في لان بالعربي حفاظا على اجهزتكم إيه؟ حفاظا على اجهزتكم ما بنبيكم تحترون لا ما له شغل ذا الشيء يعني اوكي بس ان المهم ان لأن البروده لا تاثر اكثر ما على الجهاز اكثر من الحراره انا 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 مثلا اقول لك امشي واستخدم الجهاز يبرد لدرجه اني اشوف وانا بدل ما بين الشاشه ما بين الصفحات وهذا في دروب فريمز الاضاءه ما ادري وش انا قاعد استخدمه ما بهد الجوال مثل انت هديته في السياره ما ادري كم من دقيقه ورجعت له قاعد امشي واستخدمه ولا بقدر يستحمل يا حبيبي لو اني انا قاعد امشي دروب فريم حتى في صبعي انا ثقيل ما بعرف انا صبعي يصير ثقيل ما اقدر احرك من البرد بقى على الجوال اما في السعوديه مثلا اطلع في عزه الظهر في عزه الظهر اوكي وش يقولونها يعني اوكي كمل في عز الظهر اوكي اطلع في الظهر حر اصب عرق واستخدم الجهاز ولا يقول لي شيء هذا الفرق بس فما ادري في شيء بدك تقوله ولا اشياء ولا خلاص خلي شيك على الباكج انتظر بلاي ستيشن حقه ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه واشتراك في حسابي في سناب شات شرب اضافتكم وعمل لايك للمقطع ونشر المقطع وتعليقاتي تعليقاتنا تحت لا تنسون التعليقات على الفيديو هذا والأسئلة اللي تبون نجاوب عليها في الفيديو القادم خاصة بلاي ستيشن والأيفونات وبس لا تنسون نفضل دعاكم والسلام عليكم.